والنقابة عندنا قايمة على التكافل، قايمة إن إحنا بنشيل بعض. أنا تقريبا بتلقى تليفون أسبوعياً من الأستاذ إبراهيم فؤاد، كلمني أخبارك إيه مش عارف إيه، يقول لي مين عايز إيه؟ أسبوعياً، مفيش أسبوع بيعدي، عشان كده أنا بحييك وبشكرك. لأن أنا يعني ما أعتقدش إن أنا في مرة طلبته. أبص عليه هو اللي بيكلمني ويقول لي ألو مين عايز إيه؟ كده أسبوعياً. فطبعا يعني هو نموذج يعني محترم، نموذج لما ربنا اداله ما كبرش على زمايله، ما كبرش على المجال اللي هو فيه، بالعكس هو بيومي فؤاد اللي كنت بقابله في المسرح القومي، كنت اقعد اقول له يا عم ما تغير البدله اللي انت لابسها دي بقى وبتاع يعني وبتاع. هو انا فاكره من بداياته للنهارده هو مفيش اي نوع من التغيير. فانا بحترم في دوت، ولكن عايز أني حواري أن أهمس في أذن بحاجة. هو قال أنا 80% من الأدوار اللي بقبلها لأني بتكسف. أنا بقول لك إن اللحظة دلوقتي بتجبرك على إنك تتأنى تماما في اختياراتك، وإن دلوقتي غير الأول. دلوقتي أنت دلوقتي مش هتقدر تعمل هذا الكم الكبير، ولانك انت برضه او من حقنا عليك ان انت زي ما عملت خانه عهد، ما اتكلمش بقى العرض يعني المسلسل الكوميدي او التراجيدي، لان الاثنين يعني فيهم مجهود يعني الكوميديا اكثر يمكن اصعب يعني. ولكن انا بتمنى ان انت تعيد نظر في اليات اختياراتك للشغل، ليس تقليدا لاي حاجه انت عملتها، بالعكس انا اشدت كل اللي انت عملته، ولكن لان